السلام عليكم، معكم الأخ عبد الرحمن ذكير. Learn English with عبد الرحمن ذكير. Youth هذا واحد الاسم. Young person, the period between being child and an adult. يعني youth نقصد بها الفتاة، الفتاة بين الطفل والإنسان الراشد، يعني تتكون يعني بين 12 عام 18 عام 21 عام 20 عام، يعني تكون فتي فتي. مثال: We need to educate our youth on the dangers of drugs. حنا تنحتاج باش نعلمو الفتى ديالنا على المخاطر ديال المخدرات. مثال ثاني: She practiced golf in her early youth. يعني كانت تتمارس كانت تمارس يعني الجولف من السنين الأولى من كانت فتية. يعني مثال ثالث: I haven't played tennis since my youth. أنا لم أمارس رياضة التنس منذ إن كنت فتاة، يعني من كنت فتاة ما لعبت التنس. وشكرا لكم، السلام عليكم.